بعمل طويل لمسيرة طويلة في الترجمة من الإيطالية إلى العربية، بدأت منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، أي تقريبا 40 سنة من ترجمة الكتب الإيطالية إلى العربية. جائزة الشيخ زايد جائزة لها قيمة كبيرة جدا في الوطن العربي وخارج الوطن العربي، بتدي مساحة أكبر للقراء في العالم كله، فطبعا هي شرف كبير لأي روائي وأي كاتب. الجديد، هناك عدد من الإصدارات الجديدة من وزارة الثقافة من خلال كتب الشعر والرواية، أيضا هناك دور النشر قطرية مشاركة مع الوزارة من قطر، هناك ثلاث دور نشر، فهذا يأتي على مكانة معرض أبوظبي للكتاب. أمانة يعني يتطور من عام إلى عام، هذا العام واضح النشاط الثقافي الضخم اللي يقارب على 2200 نشاط ثقافي في مدى أظن 6 أو 7 أيام، وهذا يعتبر نشاط ثقافي مكثف. وأمانة أشد على أيدي إخواننا المنظمين يعني إن يعملون هذا النشاط الثقافي وهذا التنظيم الرائع للمعرض، ونفس ما قلت احنا طبعا نعتبر عندنا المشاركة في هذا المعرض مشاركة مهمة من باب توطيد العلاقات الثقافية.